مين معايا يا سيدي؟ ام كريم. السلام عليكم يا ست ام كريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ايوه يا شيخ، كان عندي سؤال عن عقوق الوالدين. اتفضلي بالراحه. يعني انا عندي اخ بيبادل والدتي جامد جدا، بيشتم شتيمه فظيعه من فوق ما تتخيل. هو في كل حاجه، في كل الصفات اللي مش كويسه، يعني بيشرب وما بيصليش ولا بيصوم كمان رمضان طول رمضان، ومبهدل لاخر بهدله لدرجه ان اخر مره حاول ياخد منها الذهب بتاعها بالعافيه، وكان هيكسر لها ايديها، وكسر التليفون وكسر الشاشه ومبهدل الدنيا خالص، ومش قادرين عليه ولا عارفين نعمل معاه ايه، وبيسب فينا واحنا متجوزين ومخلفين، فينا وفي شرفنا وفي عرضنا، وبيقول علينا كلام مش كويس خالص، وفضحنا في قلب الشارع، واحنا بصراحه تعبنا، يعني تعبت من المروحه عند والدتي، وان انا اشوفها بالحاله دوت بتعيط ليل ونهار بتصلي، احنا سمعنا لحضرتك ان ما ينفعش ندعى عليه، بس غصب عننا خليها تدعي له بالهدايه فينا، بندعى عليه، بندعى عليه دعوه وحشه جدا. لا خليها تدعي له بالهدايه يا ست ام كريم. طبعا العقوق مصيبه من المصائب وكارثه من الكوارث، وكل الذنوب مؤجله ليوم القيامه الا ذنب العقوق، فهو مؤجل ومعجل، وعلشان كده بدل ما تدعو عليه ادعوا له ربنا يهديه، وربنا يرد مردا جميلا، وربنا يغلق في وجهه باب الذنب ويفتح في وجهه باب التوبة. وبقول إذا انتشر شره وإذا ذاع شره، يبقى إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. اللي زي ده مش هينفع نقول له عيب وحرام، اللي زي ده ربنا جعل له مين؟ جعل له اسم الشرطة. مش حرام ولا عقوق ان انا اودي ابني او اخويا اسم الشرطه، لا، لان السلطان ولي من لا ولي له. انا خلاص فشلت معاك المحاولات بالكلمه الطيبه وباللين وبالقول الجميل، يبقى اللي يفصل بيني وبينك مين؟ السلطان. يفصل بيني وبينك اسم الشرطه، فخليها تروح اسم الشرطه، لعل ربنا يرزقها بحد كده يعيده الى عقله ويعيده الى رشده، وما تملوش ان انتوا تدعوا له بالهدايه. أسأل الله أن يرده إليكم مردا جميلا وإلى ديني.